السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. رمضان كريم لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن، تقبل الله منا ومنكم. لما تشوف صوره مثل هذه يتبادر لذهنك الفرصه اللي ضيعها بليلي، التاهل الى كاس العالم، واللقطه اللي ندمنا عليها بزاف. الهدف من الصوره هذه مش باش نقول لك باللي لو كون سجل بليلي كنا رحنا للمونديال. راح نذكركم بشيء آخر، شوفوا هذا الفيديو. الأدلة موجودة، وهذا المصحف أقسم بالله الأدلة موجودة، لكن اللوبيات والمشاكل لا. الظن يرشي تاع الصح، مش لا. سوري أمس سوري بزاف عليا، ما خرجتش عليا العقلية، واليوم جايين ديكلاري روحي كي هي، وتبقى يا غير لاكشيرية للعاي باداري. باسيتو جيبو الشيشة والمخيتو، والله ما انا حاسين وكيف ساكنين. لا 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 والله ما تحشم راجل كبير كيما انت يدير في الكرنفال، لكن ما عجبكم الكرنفال اللي هي تتعاود بلا جد. جدهم حتى القانون العالمي يقول ما تعاودش تتعاود. يا مخلوق تبقى تروح، مخلوق بدايكم على بالي الناس كانت تحوس على الاخبار المفرحه، الجزائريين يحوسوا على الاخبار المفرحه. الله اكبر. الان الكاميرونيين في الفيفا راهم يحاولوا، نهضر في يعني في القمه، راهم يحاولوا الان لاعاده المباراه، لان الامر تعدى، اعاده المباراه اصبحت مضمونه. احنا ما نحبوش اعاده المباراه، اقصاء الكاميرون. الان النقاش اللي راهو يدور في الفيفا، هل تقصى الكاميرون وهل تعاد المباراه؟ باذن الله هذه هي تسمى لوبسيون، ندخلوها في راسهم الكاميرونيين، ولاو الان يجروا باش تعاود المباراة في تيران حيادي. راك تحكي في الحكاية لي وراني حاشا فورا جاتني بين كتف. 60 فريق داروا هذه تاع لجنة التنظيم. والله ما سمعتكم. لجنة التنظيم دارت العقوبات. هيا نضحكوا كامل هي. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. اقسم بالله الجزائر دولة ضاربة بيد من حديد، والله قالت لهم يتعاود الماتش، ما كانش قسما بالله غير نقفل عليكم الغاز والبترول. هاي باش نقولها لكم من الاخر، والله غير يركعوا، والله يركعوا. بلوس كون ديسيبسيون. Il faut réformer le sport, notamment le sport. C'est pas un problème de réforme. Fatit. تحملها الشعب الجزائري، لأن الشعب سبب تري ريزيليون. إيه صرات أنا متأسفت كثير، لأن أول مرة لاكوب دي موند في بلد عربي وقريب لينا. ما شاءت الأقدار وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. ها هو الكلام. ربي ما كانش كاتب لنا باش نمشوا لأسباب هو يعرفها. انتخابك على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، كما تعرف غالبية الجزائريين طواو نهائيا صفحة المونديال، أنا خمو في الشان إن شاء الله في كأس إفريقيا المقبلة، كذلك مونديال أمريكا، لكن هناك فئة قليلة مازالت تحتفظ ببصيص من الأمل وتقول مازال ملف تاعنا على مستوى الفيفا. ما نظنش أنه كان ملف ملموس على مستوى الفيفا من طرف الاتحاد الجزائري، ما نش نستنى في حاجة يعني بالنسبة لهذا. احنا يرانا بدينا في عمل افيك دي زوبجيكتيف بيان بريسيز، قلتهم في لو سلايت نيميرو 1 قلتهم سي
لا كاليفيكاسيون كوب دافريك فاري تري بون كوب دافريك هي لا كاليفيكاسيون 2026 عام ان صح القول من نكسة تشاكر 29 مارس سنة على إقصاء المنتخب الوطني من التأهل إلى كأس العالم. الإقصاء وارد في كرة القدم والخسارة واردة في كرة القدم، أمر عادي وطبيعي. قادر دير مقابلة كبيرة وتخسر مقابلة كبيرة وتتقصى وما تتأهلش لكأس العالم، هذا أمر طبيعي وبالنسبة لي عادي. صحيح أنك تحس بالمرارة على الإقصاء خاصة الثواني الأخيرة لما سجل إيكومبي الهدف الثاني للكاميرون، الهدف اللي سمح للكاميرون تتأهل إلى كأس العالم. لكن لما تشوف درجة الغباء لفئة من المجتمع الجزائري وتصديق أي شخص يكذب عليها، عام صافي عقبناه كامل كذب. مشاكرة وأتباعه وجماعته مهما يكون ما نقدرش نقول عليهم باللي ما هم الجزائريين، وما عنديش الحق باللي نطعن في الجنسية تاعهم، لأنه مهما يكون هذا مخاوتنا وما نتفاهموش وما نتفقوش في الآراء معاهم، لكن يبقاو خاوتنا سواء واسمو مشاكرة سواء الجيش نتاعه ولا أتباعه ولا جماعته، يبقاو جزائريين ويبقاو في نفس الوقت خاوتنا. نختلفوا في الآراء، نختلفوا في الأفكار، لكن يبقوا خوتنا. لأن علاش؟ لأن تربيتنا وأخلاقنا ما تخليناش نطعنوا في جنسية الجزائريين أو في أصل الغرب. تربينا هكا ما نتفاهموش معهم، ما نتفقوش معهم، بالصح ما نخونوهمش وما نحولهمش الجنسية الجزائرية. قاعدة عكسهم هما لعام كذب، عام كامل كذب. وحنا نعرفوا باللي عام كذب هذا كاين عديد من الناس صدقتهم، كاين اللي ممكن بحسن النية كان عنده أمل أنه المقابلة تعاد بحسن النية ما نقدرش نلوموه، وكاين اللي باغي يبان على الصورة عنده مصالح خاصة ليه، هو حب مثلا يبان في وسائل التواصل الاجتماعي ونروح للفيفا وندد ونبين روحي وندير باش نعود مشهور وشايع. إذن مصالح، رغم أنه عام كامل كان كذب في كذب. ومنذ البداية وتكلمناها ووضحنا الصورة باللي مقابلة انتهت بصافرة الحكم، والحكم راح نتكلم عليه وراح نتكلم على التحكيم الإفريقي اللي تكلمنا عليه سابقا قبل حتى مقابلة الكاميرون. لكن معلش، الناس هذوما ماذا وش داروا وش عملوا؟ عملوا على العاطفة نتاع الجزائريين وحبهم للعالم، هذا متعلقين ببلادهم ويحبوا هذا العالم. إذن راحين نلعبوا لهم على المورال، نلعبوا لهم على المعنويات، نلعبوا لهم على العاطفة نتاعهم. إذن مقابلة تعاد وسوف تعاد رسميا، وراحين نزلزلوا الفيفا وراحين نديروا قرارات جديدة، واللي ماهوش معانا راهو عدو الجزائر، واللي ماهوش معانا ويقول المقابلة ما تعاودش راهو ما يحبش هذا العالم، واللي يقول المقابلة ما تتعاودش راهو يكره هذا العالم، واللي يقول باللي المقابلة انتهت بصفارة الحكم فهو جالية كاميرونية وتابع الكاميرون و تعرفوا القصة. يا ما طعنوا في كرامة الناس وسبوا الناس ونحاوا الجنسية للناس وخونوا الناس، لكن وش عنقول؟ ربي سامحهم على كل حال، لأن تربيتنا وكما قلت أخلاقنا ما نخونوش الناس وما نطعنوش في الجنسية تاعهم ولا في أصلهم، العياذ بالله. مهما يكون هما خوتنا وجزائريين، نختلفوا ما نتفاهموش في آراء في قضايا في عديد من الأمور، لكن يبقوا خوتنا، يبقوا خوتنا، هذه حقيقة. جزائريين خوتنا، إن شاء الله يرجعوا للطريق الصحيحة وإن شاء الله يعترفوا بالخطأ نتاعهم. أنا قلتها في وقتها، قلت باللي من المفروض الناس هذو ما عوض أنهم يبقوا يكذبوا على الناس يخرجوا يقولوا الحقيقة للناس. قال ولدي رانا عندنا مصلحة خاصة، حابين نطلعوا، حابين نشيعوا، قلنا نلعبوا اللعبة هذه نتاع الماتش يتعاود وكذا باش نطلعوا ونشيعوا، ما كاش كيما الصراحة، الصراحة راه هذه. لكن هما ما واصلوا وكملوا وكملوا وكملوا، الله يسهل على كل حال. نروحوا للجانب التحكيم. التحكيم عندي أكثر من عامين من اللي قلت باللي التحكيم في إفريقيا ما راحش يتطور، ولازم نحن نكونوا أقوياء باش نواجهوا التحكيم، والفيديوهات موجودة صوت وصورة، فيديوهات موجودة
قلنا التحكيم جوشوا بوندو قبلوا قاسامة ولا اللي قبلوا التحكيم هو هو. احنا لازمنا نكونوا اقوياء باش نواجهوا التحكيم، مادام احنا اضعاف مازلنا. نعطيكم المعلومه، كاس افريقيا الجايه 2024 تاع كوت ديفوار راح تكون بالفار. هذا لا يمنع انك راكين راحين تشوفوا التحكيم واخطاء جسيمه من التحكيم مالغري كاين الفار، بصح راكم تشوفوا مازال التحكيم، وخاصه اللاعبين الشبان تاعنا جدد هذوما مازال زاد يكتشفوا ادغال افريقيا ويكتشفوا التحكيم الافريقي مازال زاد تشوفوا. هذا هو، هذه افريقيا مش راح تتغير. انت اللي لازمك تتغير ولازمك تكون قوي وتفرض وجودك في الكاف، بخلاف هذا الشيء مازال تشوف الكوارث بكل صراحه. نروحوا للجانب الاخر اللي يتعلق بالمنتخب الوطني. بعد المقابله واش قلت انا؟ قلت فيديو موجود، قلت باللي خلاص خموا في المستقبل، بدلوا التشكيله ولا التركيبه البشريه تاع المنتخب الوطني، نجيبوا لاعبين شبان ونبنيو ونصحوا الاخطاء نتاعنا وعادي، ونقدروا نوقفوا على رجلينا ونورمال وعادي، عثرناها ونعاودوا نصحوا الاخطاء تاعنا. لكن للاسف هذا الكلام مش مليح، لازم تكذب باش يعود الكلام تاعك مليح وعنده بنة وشارب. اما تقول الحقيقه وتقول نخزروا للمستقبل ونصحوا اخطائنا، انت تتقدم طاقه سلبيه وانت ماكش جزائري، هذا العلم خساره فيك. هذه هي، لازم تكذب باش يعود العلم هذا يخرج عليك. اذا ايضا كانت كاينه اخطاء في المقابله وهضرناها في دقيقتها وفي وقتها، رغم ان فزنا في المقابله الذهاب في الكاميرون في دوالا بهدف سليماني، لعبنا بطريقه دفاعيه، نهضر بكل صراحه، لعبنا بخماسي دفاعي وغلقنا المساحات على الكاميرون ما خليناهاش تتنفس، لكن لعبنا بطريقه دفاعيه ونعتمدوا على الكره الثابته او الهجمات المضاده. صلحت لنا منها مخالفه سجلها سليماني وغلقنا اللعب، بقينا دائما نغلقوا في اللعب. جينا لبلادنا تقريبا نفس الطريقه، لعبنا بكتله دفاعيه، غلقنا اللعب، لعبنا بخمس مدافعين، عطال دافع ايمن لعب مدافع ايسر، كاين اخطاء تقنيه. وايضا اللاعبين اللي قادرين فلربما يعاونوا المنتخب الوطني كانوا في الاحتياط، من بينهم طوبة بليلي كان خارج الاطار. يعني هذيك دائما اخطاء ايضا احنا نتحملوها، نضرب كل صراحه، احنا ايضا عندنا جزء من المسؤوليه، ما نبقاوش نمسحوا الموس كامل في قاسامة. عرفناه التحكيم الافريقي ونعرفوه، وهذا هو التحكيم الافريقي، قاسامة ولا غيره، ايضا احنا عندنا قسط كبير من المسؤوليه، هذه حقيقه. اذا الاقصاء عام على الاقصاء، ما بقدر ما يعني تمنينا نشوفوا منتخب تاع بلادنا في كاس العالم، وكاس العالم كانت عندها مذاق اخر في قطر في الملاعب رائعه عالميه وبخمس منتخبات افريقيه عندها بنة، عندها طعم، الحلاوه نتاعها في الصعوبه نتاعها. لكن المره هذه 2026 ما نقولش ما عندهاش حلاوه، ماذا بينا نشاركوا في كاس العالم، لكن نوعا ما سهله الامور. يعني عندك 9.5 نص المقعد هذاك راح يكون بين دوله اخرى من كونكاكاف ولا يعني نصف مقعد هذاك، اذا تحصلت عليه افريقيا راح يعودوا 10 منتخبات افريقيه، 10 ما تقدرش تاهل كاس العالم، قليله منتصره هذه. اذا خوتي عام، بغض النظر انه على الاقصاء ومراره الاقصاء، حاجه اللي تغيظ انه فئه قليله عام وهي تكذب على الشعب والشعب يصدق فيها، هذه هي اللي تضر بزاف. وخلينا روحنا اضحوك قدام الافارقه، اضحوك قدام عالم كامل باسره بما فيهم الافارقه، عندو يضحكوا علينا وعلى طريقه تاع تسيرنا للمرحله هذه. مرحله كانت صراحه صعبه وفي نفس الوقت كارثيه، الناس كانت تبلع وتصدق اي واحد بحجه هذا العالم. اذا في الاخير متقال مع مزد من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.